اليوم كما لاحظتوا العرض ما قبل الاول ديال العرض ماشي حنا لفرقة نجوم البوغاز مدينة طنجة. العرض داز بواحد الاجواء اللي هي رائعة جدا، عجبني الحضور اللي كان، حضور ديال مجموعة من العائلات، وبقاو من الاول حتى الاخر ديال العرض، حيت العرض كيناقش واحد الموضوع اللي هو موضوع نقدروا نقولوا موضوع حساس نوعا ما، كيعالج موضوع ديال الناس اللي مرضين نفسانيين. العرض من الاخراج ديالي ومن تقديم طلبات الورشه ديال نجوم البوغاز. شكرا لكل الاصدقاء اللي حضروا معنا، الفنانين وسواء الناس اللي جاوا. كان هذا العرض عرض ما قبل الاول، عالج بزاف ديال المواضيع وهدر على الناس اللي وصلوا لواحد المرض نفسي او لواحد المرض عقلي. تطرقنا فيه بزاف ديال المواضيع، فحال التحرش، فحال الاخبار اللي كاينه توندونس. وكانت الشخصيه ديالي كتهضر على واحد الصحفيه اللي كانت ماشيه في المسيره ديالها بشكل عادي، حتى لواحد الوقت وقع على واحد المشكل وتما غادي تفقد العقل ديالها اولا غادي تحمق. دونك شفت اولا هضرت على هاد الشخصيه هادي، كيفاش كانت، كيفاش بدات، وكيفاش وصلت لهذا المرض هذا.